زميل يلعب الكرة إلى إبراهيم. إبراهيم أمامية ذكية جدا والتمهيد جول النصر، جول النصر. يحيى الشهري يسجل الهدف الأول في هذه اللحظات للنصر عند الدقيقة 19. يا سلام، ويعني على الكرة ويعني على الجمال ويعني على اللقطة. الله على الكرة والتسديدة الجميلة التي جاءت. لاحظ الكرة من جديد، إبراهيم غالب ذكية لعب الكرة إلى السهلاوي وسدد على طول بيتروس. والمتابعة الممتازة جدا من يحيى الشهري في هذه اللحظات، وواحد مقابل لا شيء، واحد مقابل لا شيء. والمباراة الآن راح تحلو من الفريقين، راح تحلو بمعنى الكلمة، وبالتالي الكرة تعود الآن إلى أرضية الملعب. كرة من جديد، محاولة بعرض الملعب.